أحمد العوضي يخرج عن صمته بشأن طلاقه من ياسمين عبد العزيز. حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. فيديو أحمد العوضي يكشف أسباب طلب ياسمين عبد العزيز الطلاق. السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم في قناتكم كرة شراب. لطفا قبل أن نبدأ فلا تنسوا أن تدعمونا بلايك أسفل الفيديو حتى نوصل هذا الفيديو إلى 9000 لايك. لو بتحب ياسمين عبد العزيز ما تنساش تضغط لايك أسفل الفيديو، فهذا يساعدنا كثيرا في معرفة عدد المتعاطفين مع ياسمين عبد العزيز. ولا تنسوا أن تضغطوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. أحمد العوضي يخرج عن صمته بشأن طلاقه من ياسمين عبد العزيز. خرج الفنان المصري أحمد العوضي عن صمته وكشف حقيقة خبر انفصاله عن زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، وأعاد العوضي نشر ما كتبته بعض الصفحات حول انفصاله عن ياسمين عبر حسابه على الفيسبوك، وعلق ضاحكا: إهدى بجد تصدق معرفتش إلا من هنا. وثارت حالة من الجدل الكبير من خلال جميع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وهي الشائعة التي انتشرت كثيرا أثناء الساعات الماضية. يذكر أن أحمد العوضي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل الاختيار والذي حقق نجاحا واسعا، حيث جسد فيه شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي، فيما شاركت ياسمين عبد العزيز في مسلسل منحب تاني ليه مع شريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وغيرهم. حقيقة طلاق ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي. انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات تزعم طلاق ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي بعد نشوب خلافات حادة بينهما، ولكن العوضي رفض الوقوف صامتا أمام هذه الشائعات وسخر منها وأعاد نشر تدوية تناولت الشائعة وعلق عليها عبر حسابه على الفيسبوك قائلا: إهدى أنا معرفش إلا من هنا. وبالرجوع لحساب ياسمين عبد العزيز على انستغرام نجد أنها ما زالت تحتفظ بكل صورها معه، كما أنها لم تلغي متابعته لتصبح كل هذه الأخبار مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة. وبدأت قصة حب أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز خلال تصوير مسلسل لآخر نفس، حيث كان العوضي معجب بها ومع مرور الوقت وقعت في حبه وقررا الزواج، ولكنهما اتفقان على عدم الإعلان خصوصا أن علاقتهما لم تكن مستقرة بالبداية، وذلك وفقا لتصريحات العوضي. ولكن مع استقرار العلاقة قررا الإعلان عن زواجهما في شهر رمضان الماضي. ويؤكد العوضي أن طيبة ياسمين عبد العزيز سبب إعجابه بها وحبه لها. أحمد العوضي يعلق على انفصاله عن ياسمين عبد العزيز فماذا قال: انتشرت خلال الساعات الماضية شائعات انفصال ياسمين عبد العزيز من الفنان أحمد العوضي بعد نشوب خلافات حادة بينهما، وسخر أحمد العوضي من هذا الأمر عبر صفحته على الفيسبوك، حيث قام بمشاركة كلام على إحدى الصفحات تقول إنه انفصل عن ياسمين عبد العزيز، وعلق ضاحكا: إهدى بجد تصدق إني معرفتش إلا من هنا. وتصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز ترند مؤشر البحث جوجل خلال الفترة الماضية بسبب صورها الحديثة التي انتشرت بقوة وجمعتها بأحمد العوضي بعد أن أثارت الصور الجدل بسبب بوضع العوضي يده على بطنها. وتساءل الكثير عن حقيقة حملها، وبدأت الشائعات تنتشر بقوة على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن لم تعلق عليها ياسمين حتى الآن. مدير إدارة مصر اشتعال الغضب في مصر بعد دفاع خارجية إسرائيل عن محمد رمضان. بينما حاول مسؤول رافع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الأربعاء احتواء موتد الغضب الشعبي في مصر والعديد من الدول العربية تجاه الفنان المصري محمد رمضان، فإنه تسبب على ما يبدو في موجة أخرى عارمة لكنها تركزت هذه المرة على دولته. ونشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو على صفحتها بالعربية لمدير ما يسمى إدارة مصر في الوزارة لأور بن دور، والذي حاول الدفاع عن موقف رمضان الذي التقط صورا مع مشاهير إسرائيليين في دبي قبل أيام متسببا في موجة غضب شعبية بين الجماهير العرب. وردت إحدى المستخدمات عبر تويتر تدعى نور بقولها: تزيف السلام لكن يوصلك إلى أي مكان، ستظل إلى الأبد عدونا بغض عما تفعل. فيما رد الممثل المصري فتحي عبد الوهاب بصورة ساخرة على تغريدة صفحة إسرائيل بالعربي، ورد مغردا ساخرا بمقطع فيديو سينمائي قصير جاء فيه الحشيش تمام، فيما رد الكاتب المصري أيمن الصياد بالقول: هذه رسالة إسرائيلية رسمية، كان على الدبلوماسي الإسرائيلي أن يعرف أننا كمصريين لسنا نائمين في العسل كما يقول بكل صلافة. النائمون في العسل هم الذين يتناسون أن هذه دولة احتلال بموجب القانون الدولي وكيان عنصري بموجب قانون يهودية الدولة، واليقظون فقط هم من يدركون ذلك. بعد أزمة محمد رمضان تداول صور لممثلين ومشهورين مع مذيع إسرائيلي في مصر. نشرت وسائل الإعلام المصرية مجموعة من الصور لعدد من الممثلين المصريين بجانب مذيع إسرائيلي في مهرجان. أحدثت الصورة التي جمعت عددا كبيرا من الفنانين بالإسرائيلي شادي بالان جدلا واسعا مؤخرا خلال وجوده في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائية 2019 دون دعوة رسمية وفق بيان المهرجان ورده عبر حسابه على مواقع التواصل. كما تلقى مسؤولو المهرجان وبعض الفنانين اتهامات بالتطبيع كون الضيف إسرائيليا، رغم أن المهرجان لم يوجه دعوة رسمية لبالان لحضور فعالياته. تسلق في التشهير بالأموات فنان عربي تشن هجوما غير مسبق على محمد رمضان.
علقت الفنانة ليلى غفران على منع محمد رمضان من التمثيل وفق إنتاج مسلسله الجديد بسبب صورته مع إسرائيليين، مشيرة إلى أن الإنسان ليس فلوس وشهرة وإنما أخلاق وثقافة. وقالت ليلى غفران عبر حسابها على الفيسبوك: لما طلع تسلق في التشهير بالأموات في مسلسله اللي أنا بسميه ابن حرام، وتوضح بأنه كما توقعت كما تدين تدان، ده حق اللي راحوا. الإنسان مش فلوس وشهرة وبس، الإنسان أخلاق وثقافة. أولا مش كل ما تغلط تبرر بأنك ما كنتش عارف، للأسف المصيبة أكبر. وتابعت: أنا اللي تعبني إنه كان يتباهى ويتكلم عن الموضوع بعجرفة، ومش هم حد، وانه كان بيقتلني كل يوم. المهم عنده يركب الموجه وما يهموش مشاعر الناس، يدوس المهم يشتهر حتى لو على حساب الغير. الله يلي عن الشهره والمال لو تخليني اكون كاسر قلبه، الحمد لله. واثار محمد رمضان يوم السبت الماضي ضجه كبيره بعدما نشر المغرد الاماراتي حمد المزروعي صوره نظراته الى جانب محمد رمضان وهو يعانق المطرب الاسرائيلي عمير ادم. كما نشر مطرب اسرائيلي اخر لعادل سفاني صوره جديده على حسابه بموقع انستغرام لمحمد رمضان وهو يعانقه معلقا بكلمه الملك. نجيب سواريس يسخر من أزمة محمد رمضان. دعم الملياردير المصري نجيب سواريس بطريقة ساخرة الفنان محمد رمضان الذي تعرض لحملة انتقادات واسعة وحيلة للتحقيق في مصر بعد حضوره حفلا والتقاطه الصور التذكارية مع فنانين ورموز إسرائيليين. سواريس كتب في تغريدة: من ساعة ما موضوع صورة محمد رمضان مع المغني الإسرائيلي ما حصلت، بقيت أبص على باسبور أي واحد عايز يتصور معايا. المشكلة مش كل واحد ماشي بباسبوره. وأثار محمد رمضان يوم السبت الماضي ضجة كبيرة بعدما نشر المغرد الإماراتي حمد المزروعي صورة أظهرته إلى جانب محمد رمضان ويعانق المطرب الإسرائيلي عمير آدم. كما نشر مطرب إسرائيلي آخر لعادل سفاني صورة جديدة على حسابه في موقع إنستغرام لرمضان وهو يعانقه معلقا بكلمة الملك. واحتفت وزارة الخارجية الإسرائيلية بالصورة، وكذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الذي كتب بحسابه على تويتر: ما أجمل الفن والموسيقى والسلامة. الفنان المصري القدير محمد رمضان مع الفنان الإسرائيلي عمير آدم في دبي. وقال الفنان المصري تعليقا على الضجة التي صاحبت الصورة: وأصدرت نقابة الممثلين المصريين أمس قرارا رسميا بوقف رمضان عن العمل في ظل أزمة اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل. والآن أعزائي المشاهدين، أعتقد أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، ولكن قبل أن ننهي حديثي سأطرح عليكم سؤالا وأتمنى منكم المشاركة بآرائكم في التعليقات: هل سيتم طلاق الفنانة ياسمين عبد العزيز؟ لا تنسوا أن تشاركوا بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا أن تضغطوا لايك أسفل الفيديو من أجل دعمنا. وفي النهاية أتمنى منكم الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد أول بأول. وقبل أن ننهي الفيديو كالعادة، لا تنسوا الصلاة على النبي. We'll be right back.